شيء شرفني وأنا كنت مبسوطة وسعيدة جدا إن أنا رشحوني لحاجة زي كده، ويا رب تملي يعني المصريين أو الجانب الفني من المصريين الفنانين يهتموا بحاجة زي كده. النهاردة إحنا ضد الإرهاب وضد فكرته، فلازم نبقى موجودين ولازم ندعم ده دايما ولازم نحفز الناس على ده عشان التشتت اللي موجود في مصر، لان بقى فيه تشتت عجيب. يعني ياريت نقدر نكون موفقين في ان احنا نوصل مسج كويسة تخص مصر وتخص الامان في مصر. انا جسمي اشعر على فكرة، والله جسمي اشعر وهو بيقول، يعني انا بصدقه من يوم ما اخترته، ما يهمنيش غيري مش مصدقه، او هي وجهة نظر، وما يدرنيش برضو اني مش مصدقه، لانه لقيت انتقادات كتير جدا، ولقيت انه الفيديو تاخد وتركب عليه حاجات كتير جدا. فلما يبقى معانا اللي بيعبرنا وبياخد بايدينا وبيقوينا وبيقولنا ما تخافوش نتريق عليه، فبصراحة ده التشتت من ضمن التشتت اللي انا بتكلم فيه. محدش فاهم هو عايز ايه، محدش فاهم هو بيعمل ايه، محدش فاهم مين السيسي وعمل ايه وبقاله قد ايه ولسه قدامه قد ايه وهنشوف ايه. فحاجات كتير كده فيها لخبطة، بس ان شاء الله بإذن الله السيسي واحنا معاه ومصر طول ما نيته خير اللي ماسكها واللي حاكمها، الناس هتبقى تحت رجله وهتسمع كلامه. لو نيته وحشة هيبان.